بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في كورس الفوتوشوب. دلوقتي بفضل الله هنعمل نيو، نجرب عليه، نرسم شكل برضو علشان نجرب عليه. كليك يمين على الشكل ده واختار Blending Options، وواحدة واحدة كده. بص انا مش عاوز الخفية بتاعتهم دي خالص، انا عاوز اعمل color overlay من عندنا. تمام، يبقى انا كده شلت اللون بتاعهم وحطيت لون من عندي، واللون ده هخليه على مزاجي، وليكن مثلا لون زي كده. تمام كده، وندوس على ايه؟ على اوكي، او غمق سنة وندوس على اوكي. طيب ده كده لون. هحط نقشة وهحط ستروك بالشكل ده كده، يبقى هو المنظر ده. خدت بالك؟ نيجي بقى عند ايه النقشة. دي النقشة اللي هو ايه؟ مختارها تقريبا دي، صح؟ تمام. طيب خلاص، تعالى نختار كده النقشة دي وندوس ايه على اوكي. ده الشكل اهو. طيب ده الشكل قدامنا، وانا واقف عليه كده. هنعمل نيو ستايل وهنسميه ايه؟ حسونة اكاديمي. تمام، 18. ندوس انتر، دبل كليك عليه بعيد عن اسمه، وهنجيب النقشة ونجيب النقشة دي. لا مزغللة شوية، بلاش. نجيب النقشة دي وندوس على ايه، او هات المزغللة دي كده، قلل السكيل يمكن تبقى كويسة. تمام، وادي ايه، قلله كمان كده، كويس ماشي. دوس على اوكي، وهنا هعمل نيو ستايل، ودي ايه 19. بلندنج اوبشنز تاني، ونجيب النقشه دي، رجع بقى السكيل تاني، خلي 100 عادي خلاص، وهدوس على اوكي. وادي ده ايه نيو ستايل 20. دبل كليك عليه بعيدا عن اسمه، وهنا نختار النقشة دي وندوس ايه اوكي. وادي ايه نيو ستايل ده 21. هات بلندنج اوبشنز تاني، هات النقشة خلاص، هات النقشة دي ناعمة حلوة اهي، واخد بالك، وايه نيو ستايل، وادي ايه 22. تمام، هات الاوبشنز بتاعته تاني وهات النقشة واختار مثلا نقشة، هات النقشة دي ودي اوكي. في اخر حاجة كانت 22 صح؟ يبقى ده 23. نيو ستايل ده ايه 23، ودي ايه انتر. تمام كده، هات الاوبشنز تاني، هات النقشة، كان في نقشة تحت خشنة شوية اهي، وادي ايه اوكي، وادي نيو ستايل ده ايه 24. تمام، دوس هات الاوبشنز تاني وهات النقشة، في حاجات بقى زي كده، حاجات زي كده. بص هي النقشات بتخلي الشكل يعني جميل لحد ما ممكن يفيد في حاجات تانية يعني، فاهم الفكرة؟ دي كويس كده اوكي. ودي دي ايه نيو ستايل، دي خليها ايه 25. تمام، دبل كليك عليها، هات اللون، العب في اللون بقى،
خليه مثلا لون شبه الذهب شوية، بلد ودي ايه؟ اوكي. وده ايه؟ ده اخر حاجة كان 26، لا 25، يبقى ده 26 نيو ستايل تحسن اكاديمي ايه؟ 26. تمام، دبل كليك عليه تاني، هات الاوبشنز. تمام، هات اللون، غير اللون، خليه مثلا اغمق شوية كده، ودي ايه؟ نيو ستايل، ده ايه؟ 27. تمام، هات الاوبشنز تاني بعيدا عن اسمه، هات اللون، غيره مثلا، خليه محمر شوية كده، ودي ايه؟ اوكي، ده 28 كده. تمام، دبل كليك عليه تاني، او قبل ما الدبل كليك عليه هات اللون اللي كنا مختارينه في الاول اللي هو البني العادي ده، ودبل كليك عليه، وهات بقى النقشة، غيرها. النقشات دي على فكرة بتعمل شغل برضه، خطوط وحاجات وبروز وحاجات كده يعني، فاهم؟ خد بالك في حاجات زي كده، في حاجات زي كده. بص، الحاجات اللي زي كده انت ممكن تتحكم في السكيل بتاعها على فكرة، يعني مش لازم تقبلها كده. تمام، هات نقشة زي كده مختلفة شوية، السكيل بتاعها لو اتغير يبقى حلو، ولا لا خليه كده، ودوس على ايه؟ اوكي، دي كانت اخر حاجة ايه؟ 28، يبقى دي ايه؟ 29. يا ستايل 29 كده، عملنا شوية ستايلز حلوة. في اي وقت بفضل الله نحب ان احنا نغير ليها نغير، يعني لغاية دلوقتي عاملين 29 ستايل. شوف بقى انت اللي بتصنع دلوقتي الستايل بمزاجك بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.